وقد استيقظ سكان مخيم نصيرات اليوم على مشهد الدمار الهائل في المنطقة بعد ساعات من الغارات الإسرائيلية المكثفة على المخيم. وقال أحد سكان المخيم أنه لم يتخيل قط أنه سيشهد ما حدث يوما ما. حصف واطلاق النار من كل فج وميل، ما بتعرفش انت ايش مصدر اطلاق النار. يعني انا للحظه يعني زوجتي ماسكه فيها بتقول لي انا خايفه، كانت يقول لي خايفه انه يكون القوات الخاصه كمان يقتحموا البيت عندنا، يكونوا عمليه انزال من السطوح، فجاه يخش البيت يتم اطلاق النار علينا واحنا ما حدش يعرف فينا وما حدش يعني يحس فينا. هذا يعني بقول لك مشهد يعني عمري 32 سنه عمري ما تصورت انه ممكن اشوف لحظه زي هذه اللحظات، لان انا لدرجه ان هذا شكيت انه يكون فيلم، قاعدين بيصوروا فيلم. خصف طبعا وصل البيت، ضرب البيت مرتين بشكل مفاجئ، ما بنعرف ايش السبب، ايش فيه ما بنعرف ايش. طبعا تبين بعد القصف يعني دخلوا الناس طلعوا الجرحى من جوا والمصابين وكذا، اكتشفنا انه في اثنين من بنات الشهداء وباقي جرحانين، زوجتي وبنتي رغد، بنتي فرح، بنتي رهف، عفوا بنتي ريم، منى، جنة، كلهم مصابات، واثنين طبعا استشهد الله يرحمهم. وقاعد في البيت الولد في حضن امه قاعد، واجى اكل شضيه في راسه، واجى حسبت انه خلاص استشهد، وبلغوني انه استشهد، ورحت فحرت له قبر، فحرت له القبر، وهذا وانا في القبر اللي هم بيقولوا لي ابنك اجوا حطوه مع الشهداء، اللي هو رفع ايده وتحرك وصار عيط، وهيه في العنايه المركزه، وانا بطالب انه يعني هذا انا الي أربعة أنفار، اللي ولدين وبنتين. ولد قبل سنة ونص مات كانسر في الأردن، أخذت علاجته سنة قعد في الأردن، وبنتين استشهدن قبل شهرين في 9/3 تاسع يوم رمضان، 19/3 تاسع يوم رمضان، وضل لي هذا الولد الوحيد اللي موجود. ما حدش متوقع ليش، وبعدين ايش ذنب الأطفال؟ يعني كل اللي ماتوا امبارح كلهم أطفال ونساء، بيته كله راح، استشهدوا امبارح. في ظل الاستهداف العنيف اللي كان حاصل في المنطقة الوسطى من قطاع غزة بوصول عدد كبير من الإصابات، طبعا عدد الشهداء تجاوز اليوم في آخر إحصائية 228 شهيد تقريبا، عدد الإصابات حوالي 500 إصابة، من ضمنهم الإصابة الطفل توفيق أبو يوسف. طبعا توفيق عمره 4 سنين، استلمناه كشهيد من مستشفى العودة لأنه ما كان في نبض ولا كان في أي علامات حيوية تظهر عليه.